بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس الرابع مادة الرياضيات الصف الأول الترم الثاني، طرح الصفر والكل. طرح الصفر والكل، عندما أطرح الكل يبقى صفر، وعندما أطرح صفر يبقى الكل كما نرى في الصورة. أربعة نقصت منها صفر يعني ما لم أنقص منها شيء، يفضل أربعة. والأربعة نقصت منها أربعة يعني شلتهم كلهم، العدد كله، فضل إيه؟ فضل صفر. يبقى إذا طرحنا الكل من الكل يبقى صفر، إذا طرحت صفر من الكل يبقى الكل. هذه هي الأعداد كما نرى، 4 ناقص منها 4، أي رقم ناقص منه نفس الرقم هيفضل معايا صفر. أكتب جملة الطرح، هنا 8 ناقص منها 8 فضل إيه؟ صفر. طيب أنا عندي هنا 1، العدد اللي أمامنا هنا كام؟ 1. نقص منه كام؟ هل نقصنا منها شيء؟ لا، ما لم ينقص منها شيء، إذن هتبقى كما هي. الأول هنا أكتب له هنا 8، غير بس اللغة دي، ثمانية هنقص منها 8، يفضل معانا كام؟ يفضل معانا صفر. هنا 1 نقصت منه صفر يبقى معانا الواحد. هنا كام؟ 1 2 3 4 5 10، يعني موجودين 10، نقصت منهم كام؟ كل ال10، يبقى يفضل معايا كام؟ يفضل معانا صفر. ما في شيء، خلاص كلهم راحوا. أيضا هنا 2 نقصنا منهم الاثنين يفضل معانا صفر، يعني العدد كله راح خلاص، لكن صفر يظل العدد كما هو. إذا طرحت صفر يظل العدد كما هو، أنا صفر لا شيء. لماذا أحصل على صفر عندما أطرح الكل؟ كله لا يتبقى شيء، لا يتبقى لا يتبقى إيه؟ شيء، وهذا معناه صفر. ما في شيء يعني صفر، لا شيء، لا يتبقى شيء، هذا معناه أنه صفر. صح، أكتب جملة الطرح. هنا عندنا 3 موجودة كما نرى، عندي 3. طيب هل شطبنا على شيء منها؟ لا، يبقى صفر، يعني ما لا لم تنقص شيء، تظل كما هي. عندي 2 3 4 5، عندي 10 كور ما أخذنا منها شيء يعني صفر، يعطيني العشرة سليمة زي ما هي. هنا 1 2 3 4 5، يعني عندنا 5، نقصت منهم الخمسة بقي معي صفر، يظل معي صفر. هنا 2 3 4 5 6 7، ما أخذنا منها شيء عن الصفر، يبقى معانا 7 كما هي.
يبقى طرح الكل والصفر كما نرى. أستعمل قطع العد لأجد الناتج. 10 نقصت واحد نقصت منه صفر هو الواحد. 9 نقصت منها 9 يعطيني صفر. 4 نقصت منها 4 يساوي صفر. 3 نقصت منها صفر تعطيني 3. 6 نقصت منها 6 يعطيني صفر. 2 نقصت منهم صفر يعطيني 2. الحس العددي. أكتب جملة الطرح: كان في غرفة التربية البدنية 9 طلاب غادروا جميعهم إلى الملعب. كانوا 9 غادروا يعني راحوا خلاص كلهم، كل نطرح كله خلاص يبقى ما أي شيء موجود في الغرفة خلاص ولا واحد يعني صفر. تمام كده أبطال، انتهى درس طرح الصفر والكل. لا تنسوا اللايك والاشتراك والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.